صباح الفل عمر. صباح الفل يا حبيبي. في حد صحي؟ احسن عشان اعرف اتكلم معاك براحتي، بقالي كم يوم مش عارف اتلم عليك. يا سليم، بقى مش عارف تتلم عليا ولا انت اللي مطنشني؟ مطنشك انا اقدر استغنى، انت مش عارف انت بتوحشني قد ايه، لولا بس المعلمه زنقاني ليل ونهار في الشغل. انت كمان بتوحشني. طب اشوفك ازاي؟ انا عارفه بقى، ما انت عارف انا ماما مش بترضى تنزلني لوحدي، لازم اخد معايا سواء عشان بتخاف لا تعب. يعني هنفضل كتير في الليله دي ولا ايه؟ ما اعرفش بقى، بس سيبني سيبني انا اظبطها وابقى اكلمك على الموبايل اقول لك. ماشي، اديني بقى المفتاح لحسن الصناعيه واقفين تحت. من عيني. صباح الخير يا واد يا حليم. صباح الخير ست روحيه. صباح الفل، زي الحال. ازيك يا ابتسام؟ ازيك يا عمته؟ خدي حليم المفاتيح اهي. شاكرين يا ابله. اما انت ليه مصحيكي كده بدري يا عمته؟ جايه الحق اخويا قبل ما ينزل شغله، كنت عايزاه في حاجه، انما ما قلتليش انت واقفه تتسايري انت والواد حليم على السلم بتقولوا ايه. انا كنت بتساير مع حليم ابدا، ما حصلش. ده كان جاي ياخد مني المفتاح بتاع الفرن عشان في ناس تحت العمال جم ومش لاقيين حد يفتح لهم خالص. وبعدين كان بيسالني اذا كان بابا صحي ولا لسه نايم. طب خشي صحيه قولي له عمتي عايزاه. حاضر يا عمته، انت امري. اه يا بنت كيداهو. بابا، ماما، بابا. بابا في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ في حاجة؟ انت تعبانة؟ لا يا بابا مش تعبانة، انا زي الفل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه يا بنتي؟ انت عيانة حبيبتي؟ لا يا ماما مفيش حاجة، انا كويسة. اخواتي كويسين؟ كويسين يا ماما، انا مش هدخل عليكم تاني يا جماعة مادام بتتخضوا عليا قوي كده وانتوا نايمين. لا، لما انتوا كويسين وما دخلت صحتنا وقلقتينا كده ليه؟ لا يا ماما ابدا، بس اصل عمتي جت بره وبعدين ايه بقى قالت لي يا بنت يا ابتسام ادخلي صحي بابا ضروري عشان عايزاه في حاجه مهمه. يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، عاوزه ايه بقى العقربه دي على الصبح؟ عقربتي يا كيداهم، ما تنسيش ان اللي بتتكلمي عليها دي اختي، يعني افهم اختك. ومالك بتقولها بالفم المليان كده؟ والنبي لو اختي لو كنت اتبريت منها. بس انا بقى مش هتبرى منها. ايوه اختي ست جدعه ومكافحه، رفضت بنتها لحد ما دخلتها الجامعه، يعني ربيتها احسن تربيه زي ما انت ربيتي بناتك. نعم بناتي، ايش جاب لجاب يا حبيبي؟ على راي المثل، ايش انت في الحاره يا منخل بلطاره. ما خلاص بقى يا ماما، هو كل ما عمتي تيجي البيت هيقوم حريقه، في ايه يا جماعه؟ ما هي كده الحلمبوح، هتيجي من هنا وتجر المشاكل وراها من هنا. خلاص هطلع اشوفها عايزه ايه وامشيها على طول. خليك مع امك، ما تخليش تيجي ورايا لغايه عمتك ما تمشي. يا حبيبي اكبسك يا ماما. كبسيني ده يا اختي، انت هتعطليني يا بت. اوعي اديني الروب. اوعي. حاضر يا ماما. شوف ده عاوزه ايه. انا غلطانه. هاتي في تعالى بس عايزاك. الله، جاي الصبح بدري، في ايه؟ حصل حاجه؟ لا خير ان شاء الله خير، انا قلت الحقك قبل ما تنزل شغلك، اصلي عايزاك في حاجه مهمه قوي. حاجتي يا روحي. حنان بنتي جالها عريس. ألف ألف مبروك، ربنا يتمم لها بخير. ويا ترى العريس ده كويس؟ المعيد اللي بيدرس لها في الجامعة. لا وإيه، ابن ناس قوي وساكنين في الزمالك. لا مدام ساكنين في الزمالك يبقى فعلا ابن ناس. بس يا حنفي يا أخويا، العين بصيرة والإيد قصيرة، وأنا مش عايزة أكثر بخاطر البنت، وإنت عارف إن أنا ماليش غيرها في الدنيا. كلامي اللي بتقوليه ده روحي يا أختي، حنان دي بنتي وملزومة مني ورقبتي سدادة. إلهي يا رب، إلهي يا رب ما يحرمني منك أبدا ويخليك لي. أقوم أنا بقى عشان تلحق تشوف شغلك. شغل إيه؟ طب افطري معانا. معلش سبقتك يا أخويا بألف هنا وشف. قولي لحنان ما تشيلش هم. حاضر. قولي لها خالك بيقول لك فرحك وكل اللوازم بتاعتك من جنيه المليون تحت امرك. الهي ربنا يرزقك ويديك الصحه يا رب يا اخويا. مع الف سلامه حبيبي. الله يسلمك. مبروك، الف مبروك. الله. حنفي. انت قصد تتحداني؟
حصل ايه بس كده؟ ايه يا اخويا الملايين اللي عملت بحتر فيها دي؟ وما تشيليش هم يا اختي وما تعمليش يا اختي. ايه فنجرت البق اللي انت عملت قولها دي؟ وحنان دي بنت اختي ملزومة مني، ايوه وانا اللي لازم اسطرها. طب يا اخويا سطر بناتي الاول وبعدين ابقى سطر بنت اختك. يا كيداهم افهميني، دول اتنين ولاية ملزومين مني. ملزومين منك ماشي حنفي، يبقى حبيبي بقى ما تزعلش باللي انا هعمله، مفهوم؟ طبعا. صباح الفل. صباح الفل. ها جبت اللي قلت لك عليه؟ امال يلا بسرعه، بتتلفت على ايه؟ استنيني ابوس ايدك، المعلمه لو عرفت هتعلق لي الرمانه. ايه الرمانه دي؟ يعني هتتويني؟ ما تخافش يا حليم واجمد كده، عامل لي بس فيها رايس في الحته. يلا بقى صافية؟ أيوة. أنت ساكنة معنا في البيت؟ أنا أحلام بنت عبد الحميد أفندي. أهلا وسهلا. أهلا. إزيك يا صافية؟ إيه حبيبتي اللي موقفك على السلم كده في وسط الزبالة؟ تعالي اقعدي معايا جوه في النظافة. نظافة؟ نظافة إيه يا بنت أبو شاكوش ومسمار أنت؟ ده أنت روحة بيتكو كلها غيرها. إمشي قطع لسانك، ما فاضلش غير أنت كمان وهتتنوري علينا. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا جيران ما يصحش كده. جيران ايه؟ ما انت سامعه يا صافيه، هي دي تعرف جيره ولا اصول اصلا؟ طب يا حبيبتي سيبنا لك انت بقى الاخلاق والذوق بس، وبيهات العده اللي عندكم يا عنيه واطلعي صلحي لنا كم كرسي مخلعين فوق. لا ما ينفعش كده بقى، استهدوا بالله واخذوا الشيطان بينكم. انا الشيطان يا صافيه، دي الشيطان بعينه. لا ده كده مش هينفع، خش بس انا جوه انت لو سمحتي. انت احلى نطلع دلوقتي بعدين ابقى اتكلم معاكي. يلا يا اختي سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما كنتش اعرف ان لسانك متبري منك كده. اسكتي يا صافيه، عارفه لولاك انت انا كنت مسكت البنت دي عرفتها مقامها بجد. ليه؟ وانت كنت عايزه تعملي اكتر من اللي انت عملتيه ده؟ انا مش عارفه كل اللي انتوا عملتوه ده على ايه؟ على الولد اللي ما يسوى اسمه شحته؟ والنبي انتوا الاثنين ما في اهبل منكم. بص عليك يا صافيه، طب بجد والله هزعل منك، ما تشتميهوش يا اختي. شوف يا اخويا البنت والسهوكه بتاعتها. بقول لك ايه، خلاص بقى قفلي على السيره اللي بتحرق دمي دي. هعمل لك شاي معايا. تعالي تعالي، مش عايزه لا شاي ولا قهوه، تعالي عايزاكي في موضوع. قولي الاول الحاجه صح اخش اسلم عليها؟ لا دي الحاجه في 70 نومه من بدري. صحتها عامله ايه دلوقتي؟ والله يا صافيه ما اخبيش عليكي، ادينا يا اختي اهو ماشيين على العلاج اللي كتبه لها الدكتور لحد بقى ما ربنا يعمل اللي فيه الخير. ربنا يشفيها لك ان شاء الله. خير يا حبيبتي. بص يا ستي، انا ربنا كرمني واشتغلت في فرن المعلم عدوي، والفرن ده كبير وطلباته كتيره، وانا بصراحه ما بقتش قادره اصد على الطلبات دي، ولزمني حد يساعدني في الشغل ولازم اكون بأتمنه، فانا فكرت فيكي. ها قلتي ايه؟ ربنا يخليك يا صافي، بس انا يا اختي ما بعرفش اعمل الحاجات اللي انت بتعمليها دي. يا ستي انا هعلمك، ولحد ما تتعلمي انا هطبق الشغل، وانت كل اللي عليك انك تقفلي وراي، ورزقي ورزقك على الله. ها اتفقنا. خش
كده تمام، عفارب عليكم. يلا بينا حليم. يلا معلمة. سلام. شدة طوال. لا يا حالك، احنا خلاص قربنا نخش على طريق الوحيد. حاضر يا ابو البنات، وانا راجع اكلمك. طب يا حبيبي، لا اله الا الله. سلام. الله 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 الله. في ايه؟ ايه ده معلمة؟ ربنا يستر. المنطقة دي عمرها ما بيبقى فيها كمين ابدا. طب اثبت مالك مهزوز ليه؟ احنا عارف بنعمل ايه؟ شالين حمولة دي ورايحين نوديها للمعلم حميد في طريق الوحام. مفهوم يا واد؟ مفهومة معلمة، يسترها ربنا ان شاء الله. ان شاء الله يسترها حبيبي، احنا الحمد لله شغالين في السليم، عمرنا ما مشينا في البطال. عمر يا باشا. الرخص. مساء الخير يا سعادة البيت. علمك ايداهم. الرخص. اتفضل. العربية دي محملة ايه؟ دي نقل الدقيقة يا باشا، هنوديها للمعلم حميدة في الوحات بإذن الله. دقيقة. فتشوا العربية. أوامرك يا باشا. انزلوا. انزلوا. ليه كده بس؟ واحنا عملنا حاجة غلط لمؤاخذة؟ رحمة أمي لخليهم عبرة للي يسوى واللي ما يسواش. بس يكون في علمك عدو الناشف عمر دراعه ما يتلوي. هي دي كل البضاعة؟ البوليس قبض علينا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت فين وأنا فين؟ كلام حلو، استلطاف. وده مين بقى ده إن شاء الله؟ تاخدني معاك يا جنتلة؟ في واحد اسمها كده جابوها في شقة الدعارة بتاعت المانيا. عمر يا باشا. الرخص. مساء الخير يا سعادة البيت. معلمك ايداهم. الرخص. اتفضل. العربية دي محملة ايه؟ دي نقل الدقيقة يا باشا، هنوديها للمعلم حميدة في الوحات بإذن الله. دقيقة. فتشوا العربية. أوامرك يا باشا. انزلوا. انزلوا. ليه كده بس؟ واحنا عملنا حاجة غلط لمؤاخذة؟ حاجة سعادتك. ادي فلوس ناس سعادتك. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده دي ايه يا باشا؟ وحاطينه جوه الاكياس عشان النظافة. ها؟ احنا مالناش دعوة سعادة البيت باللي انت بتقوله ده، احنا مالناش دعوة باللي في ايدك ده، احنا حمولة مقفلة، زي ما خدناها هنوصلها لاصحابها، مالناش فيه اللي جوه ده، مالناش فيه. هنشوف. والله زي بتقول لسعادتك كده بيه. ده هيروين. ايه الهيروين ده؟ ما تعرفوش ها؟ لا احنا نعرف الضيق بس ما نفهمش في الهيروين ده. عايزين تهربوا من جريمة عقوبتها المؤبد. مؤبد؟ يا نهار اسود يا ابني، احنا ذنبنا ايه يا عم؟ على البوكس، على البوكس. ما عملناش حاجه، شردونا البوكس. يلا يلا معلمه. ملناش في ده يا باشا. يلا يا اخويا. يلا يا معلمه اتفضلي. مفيش اخبار يا معلمي؟ مفيش اخبار. تصلوش علشان يدوني التمام. طب ما تتصل انت عشان تطمن. انت غبي؟ قيدهم نبه عليا ما اتصلش، هي اللي هتكلمني. اوعى. معلمك ايداهم؟ خيرك ايداه؟ البوليس قبض علينا. ايه؟ البوليس قبض عليهم؟ ازاي وليه؟ ايه ده بس عشان انا مخسره. بقول لك ايه، الحق اكلم المحامين وحصنا. حصلكوا على فين؟ هقول لك اهو. قول لي يا دبحه، احنا رايحين في ايه؟ رايحين المديريه ان شاء الله. رايحين المديريه ان شاء الله. بيقول لك مديريه الامن. طيب. طب ما تنساش اكلم اللواء جارد عشان يحصنا. اطمني يا كده، اطمني. هدي اعصابك. لازم تهدى عصبها، تهدى انت كمان. لا احنا ماشيين رايحين في ايه؟
خد يا ست انت بلاش كلام. خليكي معايا انا اقل كلمه علم حنفي. يقول هجيب المحامين وحصان. يسترها ربنا. بقول لك يا حبيبي. قولي. هو في بوليس يلبس ابيض في عز الشتاء؟ رايحه معلمه ايه ده؟ وايه الكوتش اللي هو لابسه ده؟ بقول لك ايه انت مين انت بابا؟ انت مين صحيح؟ دلوقتي وريحك. استنى انت جوه يا معلم حنفي. احنا هنشوف مدام كايدان فين ونجي لك تاني. ايوه بس بسرعه بسرعه يا استاذ حلمي مرجوك، عايزك تطمني لحسن من ساعه ما جت المكالمه وانا مش قادر اتكلم على اعصابي. حاضر حاضر يا معلم حنفي. ايه ده بس انت ان شاء الله على حد يقولك كده، هي اتمسكت في كمين مرور يعني ما كانش معاهم تصريح من النيابه وعشان كده القضيه دي في شنك. ايوه في شنك ان شاء الله يا استاذ منتصر. اتفضل ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. ربنا يجيب العيال السليمه يا رب، ربنا يجيب العيال السليمه يا رب يا رب، هات العيال السليمه يا رب يا رب يا رب يا استاذ. لو سمحت يا حصول ما شفتش كايداهم. كايداهم مين يا جدع؟ واحده ست اتقبض عليها النهارده، جت مع واحد اسمه حليمه. طيب يبقى ما شفتهاش. امال حق الواحد فين بس يا ربي؟ حق الواحد فين؟ خير يا مت؟ ايه يا حنفي؟ مدام كايداهم مش موجوده والكلام اللي انت بتقوله ده محدش عارف عنه حاجه خالص. يعني ايه مش موجوده يا استاذ حلمي؟ اعذر يا جماعه يا معلم حنفي، في غلط في الموضوع. غلط بايه يا استاذ منتصر؟ مكلماني من هنا، هكون راحت فين يعني؟ الو. ايوه يا باشا، ايوه انا هنا في مديريه الامن عند حضرتك. اروح؟ طب وكايداه مش موجوده يعني ايه؟ لا 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 انا مش ماشي من هنا يا باشا. مراتي فين؟ مراتي فين؟ انا عايز مراتي. انا مش ماشي من هنا لما اخد كيدهم معايا. انت فاهم ولا لا؟ انا عايز مراتي. ايه يا جدع انت بتزعل ليه؟ مراتك على الظابط. اسمها ايه مراتك دي؟ كيدهم عبد القوي. كيدهم؟ مفيش حد جايب الاسم ده النهارده. يعني البوليس خطفها. ايه يا راجل يا مجنون اللي انت بتقوله ده؟ يلا روح على بيتكو احسن. يمين بالله بقيتك في الحجز النهارده. تقريبا يا فندم في واحد اسمها كيدام جابوها في شقه الدعاره بتاعت المانيا. بتقول يا مجنون انت؟ كمان عايزين تلبسوا مرات الطاهره الشريفه العفيفه قضيه دعاره. اهدى بس يا معلم اهدى، اكيد في نفس او سوء تفاهم. تفاهم ايه وسوء تفاهم ايه؟ انت سامع المجنون ده بيقول ايه؟ كيدام الطاهره العفيفه الشريفه بيلبسوها قضيه دعاره. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حليمو 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 اصحى حليمو. احنا في الجنة انت شايف احنا فين؟ اتقلبت سرقونا من الهيبة ومشي. هم مين دول يا معلم؟ مش عارفة مين مش عارفة مين اقول لك مين يا نهار اسود قليل. هتعمل ايه دلوقتي؟ اروح فين واجي منين؟ يا نهار اسود قليل يا مغيب انا حاجة يا فتي يا فتي يا فتي. يعني نخرج من هنا؟ من ايه؟ من هنا الطريق هناك اهو. طب تعالى استنى واحدة الشمس. شربتي حاجة خضرا ودماغي مش حاضرة. تاخدني معاك يا جنتلة؟ اتفضلي يا قط. ربنا يخليك نازلني على السك. اتفضلي. حليمو 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 مين يا شادية؟ لا حليمو ايه انت صدقت؟ ده انا بهارك. اطلع 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 النهارده زي القشطه ان شاء الله. ان شاء الله زي العسل. يلا يا فل اطلع. يا ساتر يا رب. ترى انت فين يا كايداه؟ انا في الفيلا اللي في الصحراوي انا وحليمو. انا قلبت عليك الدنيا طمنيني والله. طيب الحمد لله اللهم لك الحمد. مستنياك تيجي تاخدني. ما تقولوش بوليس يا حنفي لما تيجي افهمك. خلاص سيبني في حالي دلوقتي. يا نور لو اعرف مين اللي عمل فينا الملعوب ده وانا معلمه. ده انا كنت قرقشته بسناني. دول مسلكين منا الموبايلات ولاد الهرمه. ده لولا سبلت للراجل ما كناش وصلنا هنا.
لا بس اللي عمل فينا الملعوب ده حد يعرفنا كويس او عارف كل الخطط اللي بنعملها. محدش يعرف الملعوب ده غير رجالتنا. طب ومال يبقى بينا خاي؟ معقوله معلمه؟ مش معقوله ليه يا اخوي؟ عشان احنا رجالتنا معانا بقالهم سنين والله وعمر ما حد خان. يا اخويا ما هي اللدعه ما تجيش من البعيد تجيلك من اللي قريب منك. ايوه بتبقى قرصتهم والقبر. اه يا ناري اه يا ناري لو ايدي تتلايم عليه لمسكه كده من زمارة رقبته واخليه عبره في وسط تجار المخدرات. يا سلام الواحد في لبس الضباط كان 10 على 10. ايه رايكم انفع اكون ظابط؟ مالا معلمه ده انا صدقت ان انت ظابط. وانا صدقت. ليه وعياط كده من قدامي؟ ها ايه الاخبار؟ كله تمام يا ست الكل. فين البضاعه؟ البضاعه يلا. او عمرك يا معلم. اتفضل يا معلم. هي دي كل البضاعه؟ البضاعه عندنا تزيد ما تنقص. ماشي وده عرقكم في العمليه؟ عرقنا يلا امسك من يد من اعدامها يا ست الكل. ايه ده اللي بتعمليه ده؟ حد يرمي النعمه كده؟ نعمه ده سم بيقتل الناس وبيخرب بيوتكم. انا كان كل همي من العمليه النشف خليلي من الست دي. ده طار قديم بيني وبينها وبخلصه واحدة واحدة. ألو أيوة يا يوسف. أيوة أنا مع الرجالة دلوقتي. طيب هكلمك لما أروح. مع السلامة. يوسف بيسلم عليكم يا رجالة. سلمنا عليه وقول له حباجة ورجالته في الخدمة. تعيش يا حباجة. وعموما إحنا لسه في بيننا شغل كتير قوي. إن شاء الله. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا يوسف. الجو عندك أمان ولا قفل دلوقتي؟ طب انت عامل ايه؟ طمني عليك. اه طبعا عرقتهم وماشيين مرضيين. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك انت وسط عش الدبابير. ربنا يحوط عليك يا حبيبي ويحميك يا رب. ماشي حبيبي مع السلامه.